في مناسبة يوم التأسيس لهذا العام 1443. طبعا نتكلم عن لبس الرجال. كان الفقر سائد في المنطقة أو في الدولة كلها، وكان يلبسون المفرج، هذا الثوب اللي هو سايد اسمه المفرج أو المدولك. طبعا ما كان فيها غتر، فيلبسون العمامة. العمامة أي شيء أبيض يلف ثم يلبس مكان العقال. أخيرا جاءت الغتر، وبعد ما جاءت الغتر لا زالت العمامة تواصل مكانها فوق الغترة لأن ما في عقال. وبعدين جاء هذا العقال، يمكن أقدم عقال أو أول عقال يجي، طبعا يسمونه المقصر، كان يستخدم يلبسونه فوق الغترة ويشيلون العمامة. حتى جاء الآن العقال الجديد، والحمد لله احنا خير ونعمة. طيب طبعا من لبس الرجال زمان كان هناك خوف، كان مجاعة، فيلبسون المسبت. المسبت هذا معبى رصاص، رصاص بندق أو مسدس. العصا دائما مع كل رجل. السبك هذه محزمة، لابد كل رجل يحتزم، سواء بجنبية أو من أنواع السبك اللي تشوفون. هذا الزي الرجالي. طبعا لازلنا في متحف ابن حيم الترابي في محافظة صلاة عبيدة بمناسبة يوم التأسيس، نأتي إلى قسم النساء. طبعا هذا القسم النسائي، هذا الثوب، هذا من قطيفة، هذا يسمى الثوب العسيري. طبعا الحرمة لازم تكون محتزمة، فتحتزم بمحزمة مثل هذه أو من نوع المنديل هذا. طبعا تلبس الشيلة، الشيلة تلبسها مين؟ تلبسها المرأة. المنديل تلبسها البنت، هذا فرق بين المرأة والبنت زمان. طبعا هذا البرقع ربما يكون من البراقع الحجازية، وفي منطقة عسير البراقع العادية السوداء اللي من نوع الشيلة. طبعا نرجع إلى الحجاز، هذه نفسها قطيفة لكن تختلف عن قطيفة عسير، لها رداء من الأمام ولها رداء يدور على الثوب. طبعا هذا البرقع نفسه اللي هو البرقع اللي يستخدمه السعوديات، لكنها من منطقة إلى منطقة. طبعا هذا نفسه، هذه الشيلة يسمونها شيلة مشكوكة، هذه تسمى مرتعشة، هذا المنديل الأصفر. طبعا هذه تستخدم أيام زمان، هذه تستخدم في الأصابع، طبعا تستخدم كحذية في أصابع النساء.